ده نفس اللعب بقى زي مباراة الأهلي اللي حصل في مباراة الأهلي، إن برضو كان الفريق اللي بيلعبه سموحة كان بيلعب بنفس السيستم دوت. أنا معرفش بس اسم المدرب إيه للأسف بتاع سموحة، الكابتن أحمد سامي. الكابتن أحمد سامي طبعا برضو فكره كويس جدا، فكرة هايل، فكرة حديث. وده هو وده كان سؤالي، يعني رأيت إزاي مباراة الأهلي وسموحة، خصوصا إن الأهلي والناس بتسألك عايز رأيك في موسيماني ورأيك في أحمد سامي في ضوء المباراة بتاعت امبارح؟ أرجع أقول برضو إن أنا بحبش أهاجم أي مدرب، لأن المدرب يعتبر زميل ومن ال لا الرؤية الفنية من ال يعني من السيئات في مجال الكرة. أنت هتقعد معايا مش هتهاجم حد، محدش هيتفرج عليك. من السيئات إنك أنت تهاجم أي حد صديق في المجال، ولكن أنا بقول أنا بحلل بس مش أكتر، يعني الخطة والتكتيك والفكر بتاع المدربين. أنا شايف المدرب موسيماني دوت، يمكن ناس كتير جدا هتكرهه ان دلوقتي هتزعل مني، هو مدرب لا يصلح للنادي الاهلي اطلاقا. ما بيقدرش يوظف النادي الاهلي صح، ما بيقدرش يبروز النادي الاهلي. النادي الاهلي علامه كبيره، النادي الاهلي اسمه بس بيخط، اسم الاهلي بس بيخط. انا عاوز اقول لك لما احنا فاير جينا نلعب النادي الاهلي، عاوز اقول لك في الميديا كنا بنبص على تاريخ النادي الاهلي، ان احنا ما نعرفش النادي الاهلي في الملعب ان ما قابلناهوش قبل كده كتير، لكن احنا بصينا على تاريخ النادي الاهلي، وبصينا على اسماء النادي الاهلي، وبصينا على منتخب مصر اللي فيه 90% من الاهلي. خلي بالك الاهلي عنده 17 اصابه. انا بكلم على الـ على الـ على موسيماني دلوقتي، انا ما بتكلمش على المصابين. ما ده ممكن يكون يعني مخليه مش ظاهر بالشكل لا لا لا، انا هتكلم على موسيماني في المباريات كلها اللي شفتها، حتى مباراه بايرن كتوتال لا كان سيء مباراه كعامه يعني. مش هو ده الاهلي، مش هو ده الاهلي اللي بيروح على الجون وما عندوش خوف ولا عنده رعب، مش هو ده الاهلي اللي بيهاجم بسبع لعيبه، مش هو ده الاهلي اللي بيلعب على كونتر اتاك، مش هو ده الاهلي اللي احنا متعودين دايما نشوفه عنده فكر حديث في الكره المحليه، وبنقول ان هو الفريق الاوروبي الوحيد في الكره المحليه. للاسف الاهلي انا شايفه ان الفريق عادي خالص، فريق مع موسيماني فريق عادي خالص، فريق ما عندوش اي حلول. سؤال حلو جاي لك، اتفضل. الاهلي كان افضل مع فايلر من وجهه نظرك؟ يعني انا شايف ان فايلر كان احسن، بدليل ان هو يعني ده السويسري تقريبا. لا طبعا كان احسن كتير، كان بيقدم كره حديثه، كان بيقدم كره هجوميه، كان في ارتياح في اللعيبه، كان في فكر في اللعيبه، كان في نجوم في اللعيبه، اللعيبه اتصنعت. لان لما يكون الملعب يعني بيشجع اللعيبه ويكون الملعب والفكر في صالح اللعيبه، اللعيبه بتظهر، اللعيبه بتبقى نجوم. هو اللعيب بيبقى نجم امتى؟ اللعيب بيبقى نجم لما بينفذ فكر المدرب ويقدر يجيب جون واثنين وثلاثه. بس الاستاذ عادل كمال ابو ماضي بيقول لك راجل خد افريقيا وثالث عالم وبينافس على الدوري وخد كاس مصر. تمام. انت عايز ايه؟ لا انا بتكلم مش انت، يعني ايه المطلوب تاني؟ انا يعني انا معاك ان هو ممكن يكون ولو استاذ عبد الله بيقول لك متفق معاك فايلر كغول تدريب. بالظبط، يعني انا بحلل مستواه الفني. الاهلي في رايي الشخصي نادي عالمي، فنادي عالمي لازم تجيب له مدرب عالمي. ما ينفعش تجيب له مدرب قاري فقط. يعني ايه يعني موسيماني بطل القاره، احسن مدرب في القاره الافريقيه، لكن انت معاك نادي عالمي، نادي زي النادي الاهلي ده يعتبر نادي عالمي، فلازم تجيب له مدرب عالمي بفكر عالمي، مش مدرب افريقي بفكر افريقي. دي حاجه مهمه جدا جدا، انك انت لما تحاول انك انت تشتغل في كمدرب مع فريق، لازم تكون انت كمدرب قدوه، لازم تكون مدرب عشان يسمعوا لك، يحسوا انك انت كنت اقوى منهم، او انك انت حققت حاجه هم ما قدروش يحققوها وبيحلموا بيها او نفسهم يحققوها. يعني تكون بالعربي الفصيح كده بالمصري، انك انت تكون احسن منهم مليون مره كفكر وكتاريخ علشان يبتدوا يسمعوا لك. انا شايف ان موسيماني ما فيهوش ديت، يعني موسيماني مهما طلع ولا نزل هو بطل القاره الافريقيه، احسن مدرب في القاره الافريقيه، ولكن النادي الاهلي يا جماعه نادي عالمي، النادي الاهلي المفروض ان هو نادي بيخش كاس عالم قارات، بيخش كاس عالم، بيلعب مع فرق اوروبيه وعارفينه. النادي الاهلي معروف في المانيا، معروف في فرنسا، معروف في ايطاليا، معروف في روما، معروف في اكتر من حته، فبالتالي هو يعتبر نادي عالمي. ضغط المباريات فرق معاه؟ لا هو مش ضغط المباريات، لان دوت ضغط المباريات بيفرق للاعيب او على اللعيب، لما مش على المدرب. مدرب ليه فكر معين، ليه خطط معينه بيقدر ان هو ينفذها على حسب اللعيب اللي جاهز. مش ممكن تقول ان الكاتا بتاعت الاهلي فيها بس 11 لاعب، الكاتا الاهلي فيه اكتر من مثلا من 30 لاعب، 30 لاعب دول لازم يكون فيهم على الاقل 25 جاهزين. فلو
11 بتوعي مجهدين عشان انا بلعب ماتشين، يبقى عندي لسه تاني 15 16 لاعب، ويبقى كده انا مدرب محترم ان انا قدرت اعمل فريقين. انما لما اكون عندي في ال 30 دول بس 11 بس مجهدين، وده كان بيعمله فايلر. ده كان بيعمله فايلر. فايلر كان دايما بمقوله الاهلي بما فيه. انا دلوقتي ما احسش الاهلي بما فيه، الاهلي بيكسب ولكن بدعاء الوالدين. بصراحه ما فيش فكر، انا حاسس ان الاهلي فاضي، حاسس ان الاهلي بس عمل الشوط الاول قدام الزمالك واحد من افضل الاشواط اللي عملها الاهلي. يعني الكابتن عماد متعب امبارح بساله قال لي الشوط الاول من افضل الاشواط اللي عملها الاهلي على الزمالك، تمام، بس الشوط الثاني طبعا كان سيء جدا. طب انت ليه بتقول ان الشوط الاول ينسب لموسوماني؟ ليه ما تقولش ان الشوط الاول الزمالك نازله خايفه، لعيبه الزمالك نازله خايفه معاك في ده؟ ليه ما تقولش ان لعيبه الاهلي لعيبه مرعبه، مجرد ما الواحد بيشوفها جنبيه بيترعب؟ انا متفق معاك. ليه ما تقولش ان لعيبه الاهلي نجوم يقدروا يعني الاهلي سيطر على الشوط الاول بالخضه؟ الله ينور عليك، بالخضه. ده انا عاوز اقول، حلوه دي، ده انا عاوز اقول. انما فين الفكر؟ الجونين اللي جم جونين مهاريين، جونين مهاريين. ولد واقف كويس، خد الكوره الاولانيه راح بيها حطها في الزله الضيقه. انا لغايه النهارده بفكر وعمال افتكر يا ربي لو انا في الملعب، محمد شريف لو انا في الملعب وعندي حارس مرمى زي بتاع الزمالك دوت اللي واقف في الزاويه اللي هو محمد شريف شاط منها وبينه وبينه مترين ومع ذلك دخلت الكوره، انا مش عارف ازاي دخلت دي. انا لغايه النهارده بسال نفسي يعني ازاي يبقى الحارس مرمى واقف في زاويه وتشاط في نفس الزاويه وتخش. فدوت برضو ما تقدرش تقول انه جنش كان واقف كويس وفي نفس الوقت كمان لعيب كويس انه شاطها بمحمد شريف بالذكاء ده بالشوطه الجامده ديت في التوقيت دوت، وانه خد مركز كويس واتحرك كويس للكوره. هو التحرك هو عامه بشهاده كل الاهلاويه وكل الخبراء، فايلر مدرب خسره الاهلي وهو خسر الاهلي بالظبط. يعني لو كمل تجربته مع الاهلي كان هيكمل مشروع تاريخي يقترب من جزئيه. هو من وجهه نظري هو النهارده لغايه النهارده ما اشتغلش، لا ما اشتغلش يعني، هو لغايه النهارده ما اشتغلش. ليه؟ لانه جاله كذا عرض، وانا عارف حاجه زي كده يعني معرفه شخصيه، ولكن للاسف رفضهم. ليه؟ لان هو بيقارن بالاهلي، مش لاقي نادي زي حتى في الدول الاوروبيه. يا سلام، يبقى نفس مستوى الاهلي. هو ذات نفسه كان في كذا يعني هو حس ان هو راح لحته تانية مع الاهلي بالظبط، فكل الانديه اللي جات له بيقارنها بالاهلي فمش لاقي مثيل بالظبط. انا يا استاذ عبد الناصر ما ينفعش ان انا اكون ماسك بايرن ميونخ ثلاث سنين وتيجي بعد كده مثلا مع احتراف يعني يجي لك السكه الحديد، مع احترام نادي عظيم امسكه حتى لو هيديني 10 اضعاف ما كان باير بيديني. لا يمكن، لا يمكن. ليه؟ انا فوق في الطب وبعد كده انزل تحت من البدايه تاني من الصفر، هيبقى صعب، هيبقى صعب. فهو ده اللي حصل دلوقتي، ان فايلر رافض جميع الانديه لانه بيقارن بالاهلي. وطبعا دي بالنسبه له هتبقى مشكله كبيره، ان هو نرجع ونقول ان النادي الاهلي نادي اوروبي يا جماعه، فمحتاج واحد بعقليه الفكر الاوروبي المتطور. فعشان كده انا بقول لك يعني انا موسيماني مش هيكمل، وفي نفس الوقت كمان هتظهر عيوب ومشاكل بعد كده. اللعيبه ذات نفسها مش هيبقى فيه احترام، وهتبقى فيه هزه ما بينه وبينهم. وبعدين المباراه الجايه موجوده اللي هي الصعبه، وهنشوف ان هو مش هيوفق، لان مش كل مره تسلم الجرس زي ما احنا بنقول، لانه الفكر كفكر ضعيف يعني.